السلام عليكم الاخوان، جيتكم بواحد التحفه لقيتها في السوق ديال ميلانو، الا وهي هذا الالبوم ديال فيه مجموعه من الطوابع البلديه من بلدان مختلفه. يعني شوف شحال ديال الوقت استغرق مول هاد سميتو مول هاد الالبوم باش يجمع هاد الشيء. المهم ها هو كما كتشوفون، بغينا نوريه لكم حتى نتوما. يعني الهواية اللي كانت بكري ولكن راه باقي حتى دابا الناس كيقلبوا عليها وعندها ثمن تاهي لا بأس به. اللي عنده شي مجموعة زوينة غابرة يعني راه الناس كيبحثوا كيقلبوا كيتباعوا بثمن زوين، والله فيها حتى بعض الطوابع مغربية كما كتشوف. دي الهواية اللي كانت عندنا حنا فاش كنا في الصغر. والسلام عليكم الإخوان.